وصفه الفول او فتت الفول بالطريقه السودانيه. هيبقى معانا زبده فول سوداني وعصير ليمون، كمون، زيت زيتون، وكمان طعمية، جبنة بيضة، بيض مسلوق، وفول. أول حاجة هجيب زبدة الفول السوداني وأحط معاها ليمون، خلاص، وإيه، ونخلطها كده كويس جدا بالليمون. بعدين هنحط شوية مية صغيرين جدا ونشوف هنحتاج تاني ولا لا. اهو بصوا بقت عاملة زي الطحينة اهي. ابتدي بقى اجيب الفول، فول عادي متدمس مفهوش ولا ملح ولا اي حاجة، لسه مش متبل خالص. اخلطهم الاول، اجيب بقى حاجة كده اهرس بيها الفول. لو عايزين تضربوه في الكبة مفيش مشكلة. هجيب بقى سكينة كده واجيب الطعمية اقطعها كده ايه مكعبات صغيرة جدا. احطها بقى هنا كده وهرس هرسة كمان. طيب ابتدي بقى احط الزيت والكمون وهقلب وادوق بقى اشوف محتاج ملح محتاج ليمون تاني ولا لا. عايزه اقول لكم طعمها حلو قوي. والفول كده بيحب الليمون كتير. عايش فينو، ما هي اسمها فتة، انتوا عارفين الفتة هي بتتعمل بعيش ورز، هي بتتعمل بعيش وايه وحاجات كده. هقلب كده واشوف محتاجين تاني ولا لا. طيب هنعمل ايه بقى تاني؟ البيض على فكرة ما تبصوش ايه ده وازاي حاطينهم على بعض وايه ده، لا بجد طعمها حلو. ارش بس ايه، انا حابة اعمل كده رشة فلفل اسود هيطعمه، وعلى فكرة هيديله طعم احلى من لو حطيناه كده على طول. ورشة رشة من الملح، رشة واحدة بس كده بس. خلاص وهقلب. دي بقى لو عندنا عزومة، عايزة اقول لكم حلوة جدا ان احنا نقدمها على عزومة على الفطار. انا عجبتني من نفس المكونات بتاعة الفتة، مش هعمل اي حاجة جديدة. خلاص هعمل كده وقطعت البيض. طبعا كلنا عندنا قطعت البيض، دي لو مش متوفرة نقطعه بالسكينة، بس هي بتظبط شوية الشرايح يعني، انا بحبها عشان كده. هنبتدي بقى ايه نحط كده، يعني انا هشوف دلوقتي هزوقها ازاي. نيجي بقى الطعمية، ممكن نجيب بقى الجبنة البيضة اللي هم اصلا بقى هم بيحطوها فوق الوش. شايفين بقى اقل الامكانيات، يعني هو في الاخر بيض وفول وطعمية بس هنقدمه بطريقة حلوة. اخر ثلاث حاجات هنعملهم ان احنا، انا بس دي فتحتها كبيرة فهحط الزيت هنا بس عشان اعرف ايه
اتحكم في ان انا مزعه كده، والليمون نرش الاول رشه الكمون. بصوا الطبق في الاخر بقى شكله عامل ازاي، نحط كده كمون على البيض، ونحط بقى اخر فقره الليمون بس مش كتير اهو.